عندي كلمتين عاوز اقولهم لك. اقعدي. هستأذن حضرتك الاول في كلمتين اتكلمهم مع الباشمهندس ضياء. الكلام اللي انا هقوله لك هيغنيكي عن الكلام مع الباشمهندس ضياء. اقعدي اتفضلي. تعالى يا باشمهندس، انت مش محتاج تسمع الكلام اللي هقوله لك. يا ريت تتفضل على مكتبك دلوقتي بعد اذنك، وحضر لي تقارير التشغيل عشان هبعت لك اتناقش معاك فيها. باشمهندس ضياء. نعم. لو سمحت ابعت لي مدام سناء سكرتيرة وانت خارج. كلمي. تحت امرك يا فندم. فنجانين قهوة، ومش عاوز اي تليفونات دلوقتي ولا تدخلي علينا حد. تحت امرك يا فندم. اسم سوى عبد الرحمن الوكيل. على فكرة لو أي معلومة غلط يا ريت تصلحها لي. خريجة فنون تطبيقية دفعة 2003، محل السكن شارع الزهور بالمقطم، صح؟ صح. أنت الأخت الكبيرة لثلاث بنات وولدين، واحدة من اخواتك في سنة تالتة كلية طب أسنان. ست اللي وانا مش فاهمة. لو سمحتي أكمل. الأب أمين مخازن بشركة في السكة الحديد بالمعاش دلوقتي. بلدكم منية سمنود. أبوكي مريض بالسكر والضغط، أصيب من سنتين بذبحة صدرية، ويا دوبك معاشه على قد مصاريف علاجه. وانت يا حلوه اللي شايله الليله كلها. انا مش فاهمه حضرتك عايز توصل لايه بالظبط. عاوز اقول لك انك اضعف من انك تقفي في طريقي، لاني هفرمك. عارفه يعني ايه هفرمك؟ هفرمك هفرمك، ويمكن ايه تملك اخواتك. مش بعيد ابدا اسجل لك ابوكي. هتقولي لي ازاي؟ هقول لك سهله، هنفق له قضيه مخدرات، وابوكي يا عيني غلبان مش هيستحمل لا التحقيق ولا المحاكمه ولا حتى السجن. تهديد حقير وبشع. صح، بس وارد ممكن قوي يحصل كدفاع مشروع عن ابني حبيبي ضيع. اظن كده وضحت الصوره قوي. وضحت يا باشا، ووضح اكتر ان انا ما بقتش محتاجه اي دليل ان ضياء هو اللي قتل اشرف فعلا. ده مش شغلك. القضيه لسه هتنظر قدام المحكمه، وثقي ان ابن ضياء هيطلع منها براءه، وفي النهايه هيبقى فيه حسابات ومكسب وخساره لجميع اطراف القضيه، وانت طرف من الاطراف دي. انا عاوزك بقى تهدي وتحسبيها كويس وتشوفي هتكسبي ايه وتخسري ايه. حط الاول. تؤمر بحاجة تانية سعادة الباشا؟ لو سمحت اندهلي المدام سناء السكرتيرة. تحت امر سيادتك. حضرتك كلمي كويس. لو سمحت يا سناء جهزي لي الشيك ب20,000 جنيه، مكافأة جهود متميزة للباشمهندسة سهى، ويا ريت تجيبهولي بسرعة عشان أمضيه. حاضر يا فندم. أي خدمة تانية؟ لا متشكر يا سناء. تعالي يا سهى اقعدي يا بنتي اشربي قهوتك. بلاش تفكري في موضوع اشرف التهامي ده خالص، ويا ريت بلاش تتكلمي فيه مع حد ولا حتى مع نفسك. دوري على مصلحتك يا سهى.
عايز اعرف انت قلت لها ايه وعملت فيها ايه بالظبط. ضيع، الزم حدودك قبل ما انسى انك ابني وهدي الدنيا على دماغك. وان حسك عينك ترفع صوتك عليا مره ثانيه. سوها دي مش حملك، سوها دي واحده رقيقه، ما تدمرش حياتها بالشكل ده. ولما هي صعبانه عليك قوي بالشكل ده قتلت خطيبها ليه؟ رد عليا. سوها دي ممكن توديك في داهيه في ثانيه واحده لو فتحت بقها بكلمه. فكان لازم اشتري سكتها، فاهم يا استاذ؟ لازم اشتري سكتها. واحمد ربنا ان عظمها طري وسلمت بسرعه. روح يا استاذ، روح اقعد على مكتبك وكان مفيش حاجه حصلت خالص، لغايه ما اقدر اخلصك من المصيبه اللي حطيتنا فيها وحطيت نفسك كمان. روح يا ابني روح، واوعى يصعب عليك اي حد غير نفسك. اتفضل يا استاذ. انت عملت ايه يا سلام؟ يا فندم كل اللي طلبته بيتنفذ وبالحرف الواحد. تفتكر ان اسمها دنيا دي هتقدر تقاوم كتير قبل ما تنهار؟ انا بتهيألي يا باشا ان الدنيا دي بقت خطر قوي على ضيا بيه، وكل اللي بنعمله معاه مش هيجيب اي نتيجه. حضرتك قعدت معاه واتكلمت معاه وقدمنا لها كل الاغراءات ومع ذلك رفضت. عندك حق. طب تشور عليها بايه؟ اسمح لي يا باشا اقعد. ما انت قعدت يا سلامه، كمل بقى. من اغرب القضايا اللي مرت عليها يا باشا قضيه واحد عايز احكيها لك. في مره واحد كان معاه قرشين حب يستثمرهم، راح اشترى ارض استصلاح في الصحراء بعيد عن العمران يعني، وكنوع من الحمايه اشترى مسدس صوت في شنك يعني. في يوم بقى الراجل ده راجع مروح طلع عليه قاطع طريق بسرعه جدا، راح ساحب المسدس الفيشنك ومنشن على الراجل بنفس السرعه. قاطع الطريق راح ساحب مسدسه وطاخ الراجل. صاحبنا طبعا مات، لان مسدس قاطع الطريق كان حقيقي وهدفه كان القتل، انما صاحبنا كان بيخوف وبس يا باشا. عارف يا سلامه، كان ليهم حق يحلوك للاستدعاء. يا باشا دنيتنا دي خلاص، اما تبقى فيها قاتل او مقتول، ما بقاش فيه حلول وسط، يا ابيض يا اسود. انت عشان تحمي نفسك وتحمي ابنك لازم يا باشا تخلص من الدنيا دي خالص. عندك يا باشا اللي يخلص الحكايه دي، لان ده للاسف مش اختصاصي. ها عندك اللي يقوم بالعمليه دي يا باشا؟